السلام عليكم ورحمة الله. قصة اليوم عن رجل انطلق إلى مكة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه المصطفى أمر غريب. ثم عندما أتى المدينة، المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر بموقف لذلك الرجل فتعجب من شجاعته. ما قصة هذا الرجل؟ دعونا نتعرف عليه. إنه قيس بن الخطيم. فمن هو قيس بن الخطيم؟ أحداث قصتنا جرت قبل الهجرة النبوية. قيس بن الخطيم كان رجل مؤثر جدا في الأوس. دعونا ننطلق من ولادته، أو بالأصح قبل ولادته. كانت المعارك مشتدة بين الأوس والخزرج، وكان الغلبة دائما للخزرج. الأوس كان عندهم مشكلتين، المشكلة الأولى أن عددهم أقل، والمشكلة الثانية لم يكن عندهم شاعر. فكان الخزرج لهم الأفضلية، كان شاعرهم حسان بن ثابت. ومن هو حسان بن ثابت؟ عندما أسلم أصبح شاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم. دخل حسان بن ثابت على المصطفى صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يهجو قريشا، فقال له المصطفى: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فقال حسان بن ثابت: والله لا أستلك منها كما تستل الشعرة من العجين. هذا حسان بن ثابت، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. إذن كفة الخزرج أعلى مقاما من كفة الأوس في الشعر. ولد قيس بن الخطيم، وعندما فتح عينيه على الدنيا لم يجد أباه ولا جده، ولكنه وجد قبرين أمام منزله، فسأل أمه فقالت: هذا قبر أبيك وهذا قبر جدك. عندما بلغ قيس بن الخطيم مبلغ الفتيان، آتاه الله قوة بدنية كبيرة، فعندما تصارع مع الآخر أخذه وصرعه، فقال له الفتى الآخر: إن كان عندك قوة فثأر لقتل أبيك وجدك. صعق قيس بن الخطيم وقال: كيف؟ من قتلهما؟ قال: اسأل أمك. فذهب قيس بن الخطيم إلى أمه وأخذ السيف ووضعه بين ثدييه، ثم اتكأ عليه وقال لأمه: أخبريني من قتل أبي وجدي، وإلا غرست السيف في صدري. قالت أمه: إن هذا اليوم الذي أخشاه، لقد حفرت القبرين حتى ما تذهب تبحث عن ثأر أبيك وجدك فتقتل وأنت تطلب ذلك الثأر، أما وقد سألت اليوم فسوف أخبرك من قتلهما. إن قاتل جدك هو رجل من قوم عامر بن صعصعة، وأما قاتل أبيك فإنه العبدي من هجر. قيس بن الخطيم جمع ملابسه وأخذ سيفه ورمحه، ثم انطلق إلى حائط كان له، حائط يعني مزرعة، ثم صاح بعلى صوته: من يأخذ هذه المزرعة على أن يطعم هذه المرأة حتى آخذ بثأري؟ فإن قتلت فإن هذا الحائط له على أن يطعم هذه المرأة، وإن عدت فإنه يأكل من هذا الحائط حتى يموت. فقال رجل: أنا أتولى أمر هذه المرأة. قبل أن نذهب مع قيس بن الخطيم في ثأره، دعونا نتعرف عليه. اسمه هو قيس بن الخطيم ابن عدي من الأوس، وقد ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شارك في أغلب المعارك التي وقعت بين الأوس والخزرج، وكان شاعر الأوس الأول. وعندما يذكرون الخزرج حسان بن ثابت فإن الأوس يفتخرون بقيس بن الخطيم. أما سبب تسمية الخطيم، فإن أبوه عندما كان في أحد المعارك ضرب بالسيف على أنفه فسمي بالخطيم، وقد قتل أبوه غدرا وكذلك جده، ما قتلوا في معارك وإنما قتلوا غدرا، وهذا الأمر زاد عبء قيس بن الخطيم في الأخذ بثأره، لأنه كان أمر لا بد منه. وقد ذكر صاحب كتاب الوافي بالوفيات عن صفاته الجسدية أنه كان قوي البدن، أدعج العينين، مقرون الحاجبين، ما رأته حليلة رجل قط إلا ذهب عقلها من شدة جماله. يعني كان جميل وسيم قسيم، حتى أنه كان من المعممين، المعممين الذين يضعون عمامة لشدة جمالهم، كان يضع عمامة وكان يحتجب عن النساء
حتى ما يفتنهم. وكانوا يسمونه بالكامل، وعند العرب من كان شاعرا شجاعا كاتبا سابحا راميا سمي بالكامل، وهو أحد الكمل القلائل من العرب. بدأ قيس بن الخطيم يتحرك من المدينة، فقالت له أمه إلى أين؟ قال إلى ثأر أبي وجدي. فقالت له إن كنت ولا بد فاعلا فعليك بخداش بن زهير، إن لأبيك عليه فضلا، فاذهب إليه واستشره فإنه سيدلك على أفضل طريقة. اتجه فعلا إلى خداش بن زهير. خداش بن زهير من عامر بن صعصعة، وكان يعتبر من شجعان العرب، ولكن بينه وبين قاتل جد قيس كان بينهم نسب، فهذه مشكلة. لما وصل قيس بن الخطيم إلى دار خداش بن زهير وجد زوجته، فلما رأته استغربت هذا الجمال، لم تشاهد رجل من قبل بهذا الشكل. فلما أتى خداش أخبرته فقال لا أعرف الرجل هذا. فلما أتى قيس وخداش كان موجود، نظر إلى قدميه وقال والله هذا من الخطيم. فلما دخل قيس قال انتسب، خداش يقول قيس انتسب، فذكر نسبه وقال أنت ابن الخطيم؟ قال نعم. قال لقد انتظرتك طويلا وعلمت أن ذلك اليوم سوف يأتي. قال ماذا تريد؟ قال أريد ثأر أبي وجدي. قال نعم. أما قاتل جدك عدي فهو من عامر بن صعصعة، وهو ابن عمي، ولكنه قتله غدرا، والعرب ما ترضى قتل الغدر. لو قتل في معركة فإن يعني كانوا متكافئين وقتله، يعني ما في أي مشكلة، لكن قتل الغدر لا بد من ثأر. فقال له سوف أخبرك بأفضل وقت بحيث أنك تستطيع أن تقتله. قال سوف ننطلق إليه وسوف أجلس بجانبه، فإن ضربت على فخذه فانهض وخذ بثأر جدك. وفعلا انطلق خداش وقيس، وعندما ضرب على فخذ قاتل جد قيس انطلق قيس وقتل قاتل جده، أخذ بثأره. فانطلق القوم يريدون قيس، فمنعهم خداش، قال والله إنما أخذ بثأر جده وقد قتله غدرا. قال له خداش أما اليوم فقد رددت يد أبيك، يعني المعروف اللي قدمه لي أبوك رددته اليوم، وبقي واحد، دعنا ننطلق إلى هجر فنأخذ بثأر أبيك. انطلق خداش وقيس، وعندما وصلوا إلى هجر قال له خداش إن القوم كثير ونحن قليل، فدعنا نحتل عليهم بحيلة فنخرجه، ودعني أتولى أمر قتله وأخذ بثأر أبيك. فقال له قيس قال لا والله لا يأخذ بثأر أبي إلا أنا. فاحتالوا على العبد من هجر وأخرجوه من بين قومه. فلما خرج أخذ الرمح قيس فرماه رمية فأصابه في جنبه وخرج من الجنب الآخر. وعندما قتله أراد الهرب، فقال له خداش إن هربنا طردونا فقبضوا علينا وقتلوا، ولكن دعنا نختبئ يومين أو ثلاثة أيام حتى ييأسوا من البحث والطلب، ثم نعود إلى أهلنا وديارنا. وفعلا خداش كان صاحب حكمة، فلما اختبأوا خرجوا في طلبهم فما وجدوهم حتى يئسوا. ثم خرج خداش وقيس بن الخطيم وقد عاد مظفرا منصورا بأخذ ثأر جده وأبيه. فقال قيس قصيدة في ذلك وهي من أروع القصائد، يقول ثأرت عديا والخطيم فلم أضع ولاية أشياء جعلت إزاءها. عدي هو جده والخطيم هو أبوه، يقول هذه الأشياء أنا ما بحثت عنها وإنما وضعت تحت الأمر الواقع، ولاية أشياء جعلت إزاءها، ضربت بذي الزرين ربقة مالك فأبت بنفس قد أصبت شفاءها. ذي الزرين اللي هو سيفه، كان اسمه ذي الزرين، فأبت يعني رجعت بنفس قد يعني نفسي شفت وطابت من هذا الثأر. وسامحني فيها ابن عمرو بن عامر خداش فأدى نعمة وأفاءها. يقول أنه رد الفضل اللي كان أبي قدم له، وتجاوز في ذلك حتى أنه تعدى الفضل اللي قدمه أبي له.
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها. يقول إني من قوة الضربة أنها نفذت من جسده حتى أن الضوء صار يمر عبر هذا الثقب. ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من خلفها ما وراءه، يعني الواقف وراء الثقب هذا راح يرى الجهة الأخرى، يعني أصبحت الفتحة من شدة الضربة أنه أصبح اللي في الأمام يرى اللي في الخلف. قيس بن الخطيم غير المعادلة، أصبح الأوس أكثر وأشد قوة من الخزرج، أصبح لديهم شاعر وأصبحوا أكثر شجاعة وجرأة. وفي يوم بعاث عندما حركهم قيس وأثارهم حتى إنهم استطاعوا أن يثأروا وينتصروا على الخزرج. يوم بعاث كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. بعد انتصار الأوس على الخزرج في يوم بعاث، أصبح الرجل المطلوب الأول رقم واحد هو قيس بن الخطيم. كل الخزرج يريدون رأسه وكانوا يبحثون عنه، ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. كان بطل شجاع وشاعر من جميع النواحي، فبدأوا يترقبون قيس بن الخطيم. انتقل قيس بن الخطيم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين إلى مكة، وقابل المصطفى صلى الله عليه وسلم فطلب منه أمرا. ما هو الأمر؟ قيس بن الخطيم تزوج حواء بنت يزيد، فلما أسلمت ودخلت في الدين الجديد بدأ قيس يؤذيها ويشتد عليها، حتى أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما وافاه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز، دعا قيس بن الخطيم الإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال: والله إن هذا لكلام عجيب وإنه لحق، ولكن الحرب أشغلتني، فأمهلني عام أنظر في أمري في المدينة ثم أرجع لك من العام المقبل. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن حواء قد أسلمت فاحفظني فيها. فقال قيس: أفعل. وعندما رجع إلى المدينة قال: يا حواء، لقد أوصاني محمد وقال أن أحفظك فيه وإني أفعل. لكن الرصد ظل يتتبع قيس بن الخطيم حتى غدت عليه بنو سلمة، فرموه بثلاثة أسهم لم تقتله مباشرة ولكنه ظل في مرضه. فلما رأى الأوس إصابة قيس بن الخطيم انطلقوا في البحث عن كفء له حتى يقتلوه بمقتل قيس بن الخطيم. فلما علمت الأوس بإصابة قيس بن الخطيم انطلقوا في البحث عن كفء له حتى يقتلوه، وفعلا وجدوا ذلك الكفء وهو أبو صعصعة يزيد بن عوف، فذهبوا وقتلوه وقطعوا رأسه وأتوا به إلى قيس بن الخطيم وهو في نزعه الأخير. ثم قال قيس بن الخطيم قصيدته الأخيرة، وقال آخر بيت: وإن تمسي شطت بها دارها وباح لك اليوم هجرانها. ثم توفي قيس بن الخطيم قبل أن يدخل الإسلام. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وذكر له بيت من قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيه: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. تعجب المصطفى من شجاعته وقال: أو قد فعل؟ فشهد له ثابت بن قيس بن شماس وهو من الخزرج، والخزرج كانوا أعداء الأوس، وقال: يا رسول الله، أي والله لقد فعل، لقد خرج علينا في يوم السابع من عرسه وقد كان كما قال. قيس بن الخطيم هو أبو الصحابي الجليل البطل الشجاع ثابت بن قيس بن الخطيم. انتهت حياة قيس بن الخطيم دون أن يدخل الإسلام، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على نبينا محمد.